سكرتيرتك الخاصة مينو يا أستاذ، هلأ بمشفى حكومي وعم تتعالج لأنه تعرضت للإغتصاب. نقلوها على مشفى خاص فوراً وخلوها تتعالج هنيك. حاضر. رانفير، اتصل بالضابط فوراً وخليهم يلاقوا المجرم بأسرع وقت ويعاقبوه. مو ضروري تعذبوا حالكم بهالشي يا مدام، لأنه القضية انحلت. مينو قدمت إفادتها، ضل نقبض على المجرم اللي اغتصبها. لكن شو عم تعملوا عنا؟ يلا روحوا وامسكوه، حطوه بالسجن كمان، وعائلتنا رح تدعمك وتوقف معك. وأنا جاية كرمال هالشي، المجرم بيناتنا. بيناتنا؟ سيد رايتشاند، أنت مقبوض عليك بتهمة اغتصاب الست مينو.